إذن خيرالدين زادشي يتوجه بخطى ثابتة إلى ترأس الفاف خلفا لمحمد راوراو، هو الخيار الشعبي الذي كان مطلوبا منذ مدة لتوفره على كل مكونات ومقومات النجاح، يقول إسلام مقنعة. هل بإمكان رئيس نادي بارادو خيرالدين زادشي التربع على عرش الفاف؟ وهل سيتمكن من النجاح في تسيير منظومة كرة القدم في الفترة الحالية كما نجح مع أكاديمية بارادو؟ وغيرها من الأسئلة التي نقلناها إلى الشارع الرياضي لمعرفة كفاءة هذا الرجل في نظر المناصر الجزائري. زادشي بون بريزيدون ويقدر يشدها وخر مرة ورا كاباب خر مرة ورا باسكو ريزيطا تاعو تاع لي جوار اللي راهم فورماسيون اللي راهم عنده كاع راحوا لأوروب أبار من صوري اللي راهو جان صغير بانت ريزيطا تاع زادشي يقدر يشدها خاطر يا خو مخرج لي جوار وعنده الأكاديمي وسما عنده ليكسبيريونس يا خو قادر عليها ويحكمها ونورمال شي حاجة واعرة سما الدومان تاعو هذا. زادشي أثبت خلال السنوات التي قضاها في تكوين اللاعبين على كفاءته الكبيرة وحسن تسييره لشؤون الأكاديمية، أصبح الأكثر إقناعاً لإعادة هيبة المنتخب الأول وإعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة. نعرفه بلي إنسان خدام، إنسان ديسيبليني، يعرف خدمة تاعو، فهمت؟ حنا مادا بينا الناس كيما هادو ما يحكموا لا فيديراسيون. زادشي خير على كل حال، زادشي خير روراوة. باش كاو راه ما دار والو وشي هذا على حسب كي شفتو في التلفزيون على حسب الهضره والدعوه يتسمى بيان. امل كبيره من عشاق الخضر والكره الجزائريه بان يترشح خيرالدين زادشي لخلافه محمد راوراو والسير بالكره الجزائريه الى الطريق الصحيح كما سبق وان فعله مع الاكاديميه، خاصه وانه يتوفر على كل الشروط اللازمه لذلك.